كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. لقد أصبحت المبادرة الوطنية لتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2005 فاعلا رئيسيا لتنمية البشرية ببلادنا، وذلك بفضل الخبرة التي اكتسبتها وقدرتها على الابتكار واللتين راكمتهما على مدى أكثر من 13 سنة خلال مرحلتيها الأولى والثانية، مما سيمكنها من الرفع من أثرها الإيجابي على الفئات المستهدفة خلال المرحلة الثالثة. هذه الجهة اللي هي عندها عناية خاصة ومتابعة خاصة طرف صاحب جلالة نصره الله باش هذه التنمية البشرية يعني تكون مواكبة وتكون كذلك تقوية ديال جميع ما يتم تقويمه إن شاء الله باش يتبنى واحد الإنسان في هذه الجهة اللي يواكب هذه التطورات ويواكب هذه التنمية الحمد لله اللي كتشهدها الجهة إن شاء الله. وبناء على التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي السامي الموجه إلى الشعب بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش يوم 29 من يوليوز 2018، تتمحور المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 حول هدفين رئيسيين وأربعة برامج استباقية ترمي اثنتان منهما إلى توطيد المكتسبات المحققة عن طريق معالجة الخصاص في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية والهشاشة الاجتماعية. اليوم بحق الملاحظة التي تقدموا هو اليوم احنا في المرحلة الثالثة، وصلنا لواحد الوقت باش كما قلت نعزوا مكتسبات وكذلك نحسنوا ما هو سيتم تحسينه، وهنا فعلا اللي مهم جدا في هذه المرحلة إن شاء الله مقبلة هو تكون جودة الخدمات يعني، وكذلك الاستدامة والديمومة ديال العمل اللي كنقوموا به في هذا الإطار، لأن هذا برنامج ملكي، برنامج كبير خاص جميع ما نقوم به يكون في المستوى ديال يكون في المستوى اللي هو تكون فيه جودة وتكون كذلك الاستهداف باش نوصلوا الشرائح جميع الشرائح ولا سيما شرائح الهشة والشرائح اللي هي المستهدفة إن شاء الله. وتماشيا مع ثقافة المشاركة التي تميزت بها، ستستفيد المبادرة في مرحلتها الثالثة من هيئات ترابية متجددة للحكامة، وذلك بهدف تحقيق مستوى جديد من الالتقائية بين مختلف المتدخلين وخاصة على مستوى البرامج المتعددة السنوات للتنمية البشرية، والتي تجمع المبادرة وشركائها حول أولويات مشتركة في إطار التقائي. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي أطلق سنة 2005، وبعد انقضاء المرحلتين الأولى والثانية ها هو اليوم المغرب يطلق المرحلة الثالثة من هذا المشروع، مرحلة تعزز المكتسبات المحققة خلال المرحلتين السابقتين وتدفع بجهود المغرب نحو التزاماته تجاه كل فئات المجتمع. نور الدين الحداد لقناة كاب 24 تيفي من مدينة طنجة.